أكدت النيابة العامة تشديد العقوبات على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أثناء تأدية العمل، وأوضحت أنه وفقا للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 2 سنين كل من ارتكب أحد الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادتين 37 و38 من النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.